سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب يا رب يا رب يا رب كل المستمعين والمستمعات يا رب كل المستمعين والمستمعات اللي صبحوا كل صباح يتصنتوا ويتابعوا هذه البرامج يا رب العالمين، ونيتهم يا رب نيتهم أنهم يتعلموا، نيتهم أنهم إن شاء الله يصلحوا ويصحوا الأخطاء تاعهم. يا ربي يا ربي إن شاء الله املأ قلوبنا إيمانا يا رب العالمين. اللهم لا املأ قلوبنا وقلوبهم إيمانا يا رب العالمين. يا ربي اقضي حوائجهم، يا ربي احفظهم، يا ربي يسر أمورهم، يا ربي اصلح حالنا وحالهم يا رب العالمين. يا ربي كيما عطاونا وزنيهم يا ربي كيما راهم عاطيني وزنيهم يتصنتوا، وإن شاء الله قلوبهم كذلك يا ربي، خلي إن شاء الله قلوبهم تنفتح وتنشرح يا ربي لذكرك يا رب العالمين، ووفق الجوارح تاعنا للعمل بطاعتك يا رب العالمين. فيا ربي اجعلني وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويا ربي كما جمعتني بهم في هذه الدنيا على طاعتك اجمعنا بهم يوم القيامة في جنتك يا رب العالمين. يا رب يا رب كل وحدة وكل واحد، كل شاب كل شابة كل طفل قاعد يتصنت فينا ويتبع إن شاء الله كل يوم، فيا رب فيا ربي كما التقينا في هذه الدنيا على طاعة الله، ولو أننا في كثير من الناس ما يعرفوناش ولا نعرفهم إلا بالصوت، فيا رب اجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين. نسأل الله أن يشفي مرضانا إن شاء الله. اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين، اللهم خفف آلامهم، اللهم داوي جراحهم يا رب العالمين. يا رب إنك لا يعجزك شيء، يا رب إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. فيا رب قد عجز الطبيب فداوينا، يا رب قد عجز الطبيب فداوينا يا رب العالمين. أسأل الله السلامة لكل مسافر، اللهم رد كل غائب سالما، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اهدي أولادنا واهدي بناتنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح بيوتنا، اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، وارحم أمهاتنا، وارحم إخواننا وأخواتنا يا رب العالمين، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. دائما نقول لكم يا إخواني في هذه الساعة، في هذه الدقيقة اللي احنا رانا نحضروا فيها مع بعضنا البعض، في هذه الدقيقة كاين الناس مساكين اللي الروح تاعهم راهي تطلع، كاين اللي راهم يشاهدوا لهم، كاين اللي راهم يحموا الماء باش يغسلوهم، كاين اللي راهم يراحوا يشروا الكفن يحوسوا على الكفن باش يكفنوهم، كاين اللي راه القبر تاعهم يتحفر، كاين اللي راهم الان يصلوا عليهم صلاة الجنازة وراهم يندفنوا، وكاين المرأة اللي راه يتزيد، وكاين اللي راه جاي لدنيته. فلله في خلقه شؤون. فاللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى مستمعين ومستمعاتنا، فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سوف نلتقي في صبيحة اليوم إن شاء الله مع نبي من الأنبياء إن شاء الله، ومع قصة من القرآن الكريم إن شاء الله. النبي اللي غادي نلتقوا معه اليوم إن شاء الله هو سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام، وسوف نلتقي مع قصة هذا الطائر اللي هو الهدهد، اللي هو الهدهد إن شاء الله، وقصته مع سيدنا سليمان إن شاء الله. هذه قصة مذكورة في القرآن الكريم يا إخواني، هذه قصة مذكورة في القرآن الكريم. فسيدنا سليمان يا إخواني نبي ابن نبي، سيدنا سليمان c'est un prophète et son père est le fils d'un prophète. إذن فسيدنا سليمان نبي ابن نبي. شكون باباه سيدنا سليمان؟ داود عليه السلام. إذن سليمان أبوه داود عليه السلام. شو يميز سيدنا سليمان وسيدنا داود على باقي الأنبياء؟ La différence entre ces deux prophètes, le fils et le papa, يعني سيدنا سليمان وسيدنا داود، La différence بينهم وبين الأنبياء الأخرين يا إخواني هو أن الله سبحانه وتعالى جمع لهما النبوة والملك. جمع لهم النبوة والملك. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رب العالمين يوالي سيلو شوا، خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يكون نبيا عبدا، يعني نبيا عبدا. ما معنى عبد؟ معناتها يجوع ويأكل، يعطش ويشرب، ربما يعني يصيبه بعض أذى، وبين أن يكون نبيا ملكا من ملوك الأرض كما كان سيدنا سليمان. فلما خيره الله سبحانه وتعالى لونسك الله يوالي سيدو شواء نوتر بروفات عليه الصلاة والسلام داتر أن بروفات إن هو أنتر بروفات إن هو أن بلس و بيان كو أن بروفات إن سيرفيتور دالله سبحانه وتعالى. فلما خيره الله سبحانه وتعالى كان جبريل حاضر، كان جبريل حاضر عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأشار جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن تواضع يا محمد، أتر مودست. جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم سوا مودست يا محمد. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شوازي أن يكون نبيا عبدا. فاختار d'être un prophète et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala يحب ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، lorsqu'il veut l'appeler, il l'appelle par le mot serviteur. Le mot serviteur, c'est l'honneur de l'être humain d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être serviteur d'Allah, c'est l'honneur le plus grand d'un être humain. أنك تكون عبد لله. ولهذا ربي يقول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده أي son serviteur، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقول ربي سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله، إذن فلما يحب الله سبحانه وتعالى ينادي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يناديه بالعبودية عبد الله، يعني وذلك في أشرف المواطن وأعظمه. أما سيدنا سليمان أبوه داود عليهم الصلاة والسلام، فسليمان أتاه الله سبحانه وتعالى الملك والنبوة علمه الله سبحانه وتعالى، علم سيدنا سليمان، علمه منطق الطير، علمه منطق الطير لو لونغاج دي زانيمو، اللي يأبخي لو لونغاج دي زانيمو سبحان الله. إذا ولهذا سيدنا سليمان فهم كلام الهدهد وكلام النملة، وكلام النملة. فيعني كان سيدنا سليمان يعرف منطق الطير يا إخواني، منطق الطير. فيعني الله سبحانه وتعالى يقول ربي سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون سبحان الله يعني من كثرتهم من كثرة الجنود تاع سيدنا سليمان أن واحد يقول للثاني لز شوية لز شوية امشي شوية تلمو إزيتي نومبر سبحان الله العظيم إذن فيعني الله سبحانه وتعالى يعني إلى غاسومبلي إلى غاسومبلي تو سي سولدا إلى سورتي يعني أكومباني دان كورتاج سيدنا سليمان يعني إمبرسيونون يعني سين دو بانيير يعني دي توندار يعني بريسيدي يعني دو تامبور سي سولدا سيتي ريبوند يعني ريبوندي بار يعني ان مون بار يعني par vous jusqu'au يعني ce qu'il y ait يعني الى atteint يعني la valise de fourmi حتى اتوا على وادي النمل حتى اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم سبحان الله ادخلوا مساكن l'une du fourmi mettant en garde celle de son espèce يعني s'écria entrez fourmi dont vous demeurez et cachez-vous dans la يعني le ventre de la terre afin de ne pas être écrasé par يعني سليمان et ses soldats. ادخلوا مساكنكم. هذه نملة سبحان الله يعني لما شافت الجنود تاع سيدنا سليمان قالت للنمل كيفها اخوتتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذن فالنملة أشارت على النمل باش يدخلوا في بطن الأرض مساكن تاعهم هي النملة وين تدخل في الأرض. يعني فيعني حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها سيدنا سليمان الى كومبري كاسكالادي لا فورمي و زوت فورمي الى كومبري لو لانغاج يعني فتعجب سيدنا سليمان من حكمتها وادابها سبحان الله وعلم علم عرف سيدنا سليمان ان هذيك لا فورمي كي غادوني لورد اي زوت فورمي سيتي ان لا رين باسكو النمل يا اخواني راهي عالم عجيب ملكة النمل يعني ولا النحل راهو عالم عجيب يا اخواني سبحان الله راهو اكثر من منظم في دقة عنده واحد الدقة النمل يا اخواني سبحان الله واحد يعني النظام واحد انستركتور في يعني سبحان الله دون لو موند دي فورمي انكرويابل سبحان الله فلما سمعها سيدنا سليمان قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قولها لأنه فهم وش قالت لهم وش قالت لهم الأخرين يا إخواني فرب يقول سبحانه وتعالى يا إخواني يعني وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء إذن فالنمل ثاني هما أمة كما احنا عندهم نظام عندهم انستركتور عندهم واحد يحكم فيهم عندهم متكلف بالاقتصاد كل واحد كل حاجه يعني كل هذا فتبسم سيدنا سليمان ضاحكا من قولها وش قال من بعد سيدنا سليمان وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عباد في عبادك الصالحين سبحان الله شوف الإنسان المؤمن يا إخواني هذا هو الإنسان المؤمن لما يشوف واحد النعمة يشوف اللي ربي أعطاه واحد النعمة وش يدير يشكر الله ربي أعطاه نعمة أنه يفهم منطق الطير فهم لغة النملة هذه إذن وش يدير سيدنا سليمان لابد أن يشكر الله لأنه شكون اللي نعم عليه بهذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى هو الذي علمه منطق الطير هو الذي علمه منطق الطير أي أنه يفهم لغة النمل سبحان الله فتذكر أن الذي أنعم عليه هو الله هو الله رب العالمين وهذه يعني من معجزات سيدنا سليمان من معجزات سيدنا سليمان فلما سمع سيدنا سليمان يعني النملة هذا ما زادهش غرور ولا استكبار ولا بطرا بل حمد الله سبحانه وتعالى وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين إذن يعني lorsque il a entendu cet engage يعني Lord qui a donné cette fourmi aux autres fourmis
يعني il avait peur يعني de l'orgueil يعني une fierté mais plus par يعني reconnaissance et louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, permette-moi de te rendre grâce pour le bienfait dont tu nous as comblé, mon père, ma mère et moi-même, et d'accomplir une action qui te plaise, et admets-moi au sein de ta miséricorde parmi tes saints serviteurs. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله أكبر. يعني شوف التواضع يا إخواني. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نبي يدعي رب العالمين أن يدخله في عباده الصالحين. لم يتكبر، لم يتجبر، ما تغطرش وقال أنا وأنا وأنا، لا أبدا أبدا. فلابد أن يرجع النعمة إلى المنعم. إذا رأيت اليوم تحكم يا أخي، فاللي وصلك للحكم هو الله، لأن ربي يقول يذل من يشاء ويعز من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، سبحان الله. إذا فالذي أوصلك إلى هذا المكان هو الله، فما لازمش تنساه، ما لازمش تنسى الله سبحانه وتعالى، ما لازمش تنسى النعمة التي أنعم بها الله عليك، وهذا كله اختبار في الدنيا، هذا كله ابتلاء في الدنيا، سبحان الله. فسيد سليمان يا إخواني سبحان الله العظيم أخذ يتفقد الطير، لأنه قلنا سيدنا سليمان يعني يفهم لغة الطير، فبدأ يتفقد الجيش بتاعه سيدنا سليمان في يوم من الأيام يتفقد الجيش، فهو يتفقد الجيش ويتفقد العسكر وكذا، فلم يرى الهدهد. سبحان الله، شوف المسؤولية يا إخواني، شوف الرعية، هدهد وين يبان مع الجنود اللي مع سيدنا سليمان من الجن ومن الإنس، يعني جنود كثيرة، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني قداش من خلق عنده، ولكن مع ذلك لاحظ غياب الهدهد، فيه واحد راه غايب. هذه هي المسؤولية يحرص عليها الإنسان، يعرف شكون راه مسؤول عليه، يتفقد الرعية. احنا من اللي ينوض يحكم خلاص ينساك، حتى اللي جرى معاه في الفوط ينساه، حتى اللي كان واقف معاه ينساه وينسى كل الناس، خلاص راه يحكم يا اخي. سبحان الله، انها مسؤولية وانها ندامة يوم القيامة. سيدنا سليمان غاب طير تفقده، مالي لا ارى الهدهد. احنا بني ادم راه تغيب، احنا بني ادم راه تكريم مساكين، احنا عائلات، احنا يعني مدن كاملة راه تكريمي، والحاكم راه لاهي، راه سهران، يبات سكران وينوضهم كيفاش. سبحان الله، والرعية هذه واش تقول لها رب العالمين يا أخي؟ سبحان الله، هدهد طير، سبحان الله، غاب، سبحان الله. يعني لوسك سيدنا سليمان، يعني سبحان الله، إلى سباك يعني ليوازو إنو تخوف با، يعني الرائد، يعني الهدهد، إلى انتيغوش، يعني لو كوموندون دو سيزارمي، أون ديزون pourquoi je ne vois pas la hutte, subhanallah. Et donc, malgré ces oiseaux, mais quand même, malgré tout le jihad, subhanallah, l'armée qu'il avait, cette grande armée qu'il avait, mais il savait qui c'est qui était présent, qui c'est qui était absent, subhanallah. C'est ça le sens de la responsabilité, subhanallah, l'azim. Et donc, on a le wahad, غير في داره عنده زوج ولاد، يدخل ما على بلاش كل هلاكت وش كلينه، ما على بلاش بنتها لا رأي في الدار ولا ما على بلاش. هذه مسؤولية يا أخي سبحان الله العظيم. بنتك تتفقدها دخلت ولا ما دخلتش، ولدك تتفقدها دخل ولا ما دخلش، كاس كيف في أويته ودي ما دي صوار برا، سبحان الله، ما هي مسؤولية؟ كاس كان في أويته دور، سبحان الله العظيم، رأي مسؤولية، رك راعي، رك كلكم مسؤول، وكلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. سبحان الله، يتفقد الطير يا إخواني، فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لماذا يتخلف من غير أن أعرف؟ فيصدر الحكم سيدنا سليمان، يصدر يعني التهديد، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا هو الإمام العادل سبحان الله. لابد فيه مسؤولية، فيه كل واحد يقبض حدوده سبحان الله، فيه احترام للقانون، فيه احترام كذا. إذا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، زاد فوق الليل، أو لازم لي يجيب لي حجة، إمبراف،
يطلع له يجي وما يجيش. لا ابدا ابدا، هذه فوضى، والأمة اللي فيها الفوضى ما تنجحش، الأمة اللي ما هيش منظمة ما تنجحش، البيت اللي ما هوش منظم بيت ما ينجحش، والإنسان اللي ما هوش منظم في حياته ما ينجحش. يا إخواني، في حاجة تسمى النظام، في حاجة تسمى النظام. إذا الهدهد رجع سبحان الله، وإذا بالهدهد بين يدي سيدنا سليمان معلنا طاعته، مبين سبب غيابه في اعتذار وانكسار سبحان الله. يعني فسيدنا سليمان سبحان الله عليه الصلاة والسلام يعني annonce là publiquement à tous ses soldats afin de montrer juste. يعني quelques instants et إخواني plus tard la hupe se posera en سيدنا سليمان. يعني il lui proclame يعني sa soumission et on lui explique la raison de son absence en signe de contrition سبحان الله. إذن فأعلن يعني أعلن الهدهد اعتذاره وانكساره وطاعته لسيد. فقال الهدهد، قال الهدهد: لقد طفت في الآفاق ورفرفت بجناحي، يعني طرت رحت بعيد، قال له يا سيدنا سليمان طرت رحت بعيد سبحان الله، يعني فوق الأمصار ديباسي لا ليميت تاع يعني فلسطين، ورحت حتى وصلت لليمن. فيعني وجئتك من هناك بنبأ يقين، جيتك بواحد الخبر، يعني ماشي قالوا لي، ما جبتكش تاع قالوا لي، لا، وانما نبأ يقين. كيفاش يكون النبأ يقين؟ لما الانسان يشوف بعينه، هذا هو النبأ اليقين يا اخواني، ان الانسان لما يرى بعينه. اما تحكاية قالوا فهذا هو الشك والظن والعياذ بالله. نبأ اليقين، شوف الهدهد سبحان الله طير يا اخواني، طير ويعرف الامور. واتيتك بنبأ يقين، يعني الذي جاء به الهدهد من سبأ من اليمن. ما هو النبأ اليقين؟ تكلموا شا. لقد وجدت في تلك الديار يعني في اليمن أمرا عجيبا، إني وجدت امرأة تمزكهم، امرأة تحكم البلاد والعباد وتسيطر على مقدرات الأمور، وأوتيت من كل شيء، يعني من الغنى ومن السلطان ومن النفوذ والجمال، كل شيء عندها، كل شيء سبحان الله. أما آية الآيات يا سيدي، أما المعجزة الكبيرة يا سيدي والغريب يا سيدي، هذا الهدهد، الهدهد يقول: أما الغريب والعجيب يا سيدي فهو عرشها الذي تجلس عليه، يعني عندها واحد العرش، يعني الملك تاعها تجلس عليه، فيه من اللؤلؤ ومن الذهب ومن اللحوم، يعني كل سبحان الله. إذن فلم أرى في الدنيا ملكا يعني ملكا له مثل ذلك العرش، فخامة وربعة وروعة وأبها وكل شيء. وأضاف الهدهد: والعجيب في أمر ملكة سبأ يا سيدي وشعبها أنهم قد أثروا الضلال على الهدى. ها هو الغريب، أنهم فضلوا طريق الضلال على الهدى، فاتبعوا سبيل الشيطان الذي زين لهم أعمالهم وأعماهم عن الحق، فعبدوا الشمس من دون الله الملك الحق، وعفروا جباههم بالسجود لها، وهابوا في ضلالة في ظلام الجهالة. سبحان الله، الهدهد وجد هذه الملكة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فتعجب الهدهد سبحان الله، غضب الهدهد، كيف ناس تسجد للشمس من دون الله سبحانه وتعالى. الواجب على الناس أن يسجدوا لله، أن يسجدوا لله، أما أن يسجدوا للشمس فهذا أمر غريب عجيب سبحان الله. حيوان طير يا إخواني يتعجب من ناس لا يعبدون الله، إحنا نأكل معهم ونشرب معهم، ناس لا يسجدون لله سبحان الله، ونسمن فيهم ونقرص فيهم، هم لا صلاة ولا سجود ولا أي شيء سبحان الله. الناس تحب تقعد مع ذاتي، يقول لك عمك ربي هو قاعد معاه، أنا ما نقعدش معاه يا أخي سبحان الله العظيم، ما نقعدش معاه سبحان الله. هذا اللي ما يعرفش بلي كاين لهذا الكون رب سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. إذن سبحان الله، إني وجدت امرأة سبحان الله، إني وجدت امرأة يعني امرأة تملكهم وأوتيت لكل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجد لله؟ ألا هذا غضب من يعني من الهدهد، كيف أن هذا الناس لا يسجدون لله سبحان الله.
تخيل يا أخي الهدهد الموحد سبحان الله يتكلم بالتوحيد، يتكلم بالتوحيد بأن السجود لا يكون إلا لله والعبادة لا تكون إلا لله. وهذا الطير من فهم غير سيدنا سليمان، لفهم النطق بتاعه سبحان الله. إذن la huppe, يعني importe la terre et on s'envole, يعني on s'envole dans les airs plus rapide que le vent et les nuages. Puis elle reposera sur le rebord de la fenêtre de la chambre de la reine. Et elle regarde à l'intérieur et ne vit personne. Profitant de l'occasion, يعني subhanallah, يعني d'observer cette, يعني subhanallah, cette يعني chose qui n'est pas normale. Des gens qui se prosternent au soleil, alors que normalement la prosternation elle doit se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. يعني lorsqu'il a écouté la huppe,
justifie son absence, il lui dit, je verrai si tu dis la vérité ou si tu es une menteuse. Et je ne te crois pas tant que je ne me suis pas assuré de la vérité. Il écrit ensuite un message adressé à la reine de Saba, qui charge l'Aïd de le remettre en lui disant, importe ma lettre que voit ces lances-là vers eux, tiens-toi à l'écart et observe la réaction. Yani, Ivan, subhanallah. فتخيل سيدنا سليمان تخيل خلل الهدي الوسيلة في إلقائه واحذر أن يروك في attention باش ما يشوفوكش تختبي وشوف كي يقراو الكتاب تاعي هذا الرسالة هذه كي تقرا لا لاتر تاعي شوف سان رياكسيون بدل فحمل الهدهد الكتاب وطار يعني محلقا يسرع يعني سرعة الرياح والسحاب ثم حط عند النافذة لا فنتر تاع لا شامبر تاع الملكة ونظر في الداخل فلم يرى أحد فاغتنم الفرصة فيعني ألقى بالكتاب فوق السرير ثم رجع عند النافذة وقعد يعس لما جاءت الملكة عند السرير تاعها فإذا بها تلقى الكتاب النادر سبحان الله إذن فأخذت تقرأ في الرسالة هذه وما كادت تكملها سبحان الله العظيم حتى يعني تشوف على وجهها لأنه قال وراقبها شوف صار رياكسيون فيعني عبست وقطبت وجبينها زي يعني الخوف دخلها وكذا وذرعت إذن فيعني باتت الليلة كاملة وهي متحيرة هذا الكتاب منين شكون جابه كيف تعرف تسمع عن سيدنا سليمان هي ما عندهاش القوة باش تواجه جيش سيدنا سليمان وكذا لكن حرم عليها النوم يقول العلماء يعني لكنها نامت العلماء يقول لك أنها نامت وعليها نامت يا إخواني يقول لك سبحان الله لأن في رسالة سيدنا سليمان الكتاب اللي كتبه سيدنا سليمان كانت فيه كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يعني فنزلت الرحمة رب العالمين أنزل الرحمة عليها بهذه الكلمة بسبب هذه الكلمة لأنها قرأت في الرسالة وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم غير هذه الكلمة نزل الرحمة على الإنسان حتى هو في فراشه حتى في أحلك الأوقات لما تكون في شدة لما تكون في كربة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم فتنزل الرحمة على الله سبحانه وتعالى فيقول العلماء سبحان الله قراءتها لهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم قراءتها فقط لها قراءتها لها أنزلت الرحمة عليها إحنا المريض ينسى بسم الله الرحمن الرحيم إحنا المريض ينسى باه يصلي وقاته بيبطلهم كي يكون مريض احنا المحابس يقع ما يذكرش رب العالمين احنا كي يتزير العبد يبدأ يكفر يبدأ يسب يا اخي تذكر الله سبحانه وتعالى في الشدة تذكر الله في الشدة يا اخي سبحان الله العظيم اذا سبحان الله فلما يعني سيدنا سليمان الى شارجي سبحان الله يعني لا اوب تنبوختي لا لاتر يعني et de la jeter et en même temps d'observer la réaction de la reine subhanallah et là lama qara'at al-risala subah fa idha biha ta'mur bi ijtima' tariq alors une réunion extraordinaire lama tatrajaj kulla yani subhanallah et là fa yani fa jama'at al-mustasharin taha wa al-quwad taha wa al-mufakkirin kadha wa qad lahum ya ayyuha al-mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إذن les dignitaires et les notables se présentent bientôt à la salle du conseil où la reine se trouve déjà installée sur son trône et elle demanderait par l'intermédiaire de leur doyen la raison de cette réunion extraordinaire et la reine elle dit dignitaire une noble missive m'a été lancé, il est de Suleyman, yani, par le nom de Dieu, tout miséricordieux, tout compatissant, yani, ne soyez pas orgueilleux envers moi et venez à moi plein de soumission. Allah ta'alu alayya wa atouni muslimi. Yani, ma khalalam se l'ikhtayar, Sayyidina Suleyman. إذن إما أنكم سبحان الله تسلموا لله سبحانه وتعالى وإلا يا أخي هذا منكر لابد أن يتغير سبحان الله ثم التفتت إليهم تشوف فيهم لأنهم هم المرأة حتى ولو عندها رأي لكن دائما تخاف في القرارات المهمة ما عندهاش الشجاعة في القرارات المهمة دائما تحتاج إلى
إلى الرأي وإلى المشورة وإلى الرجال حولها. فالتفتت إليهم وأضافت تقول: يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. سبحان الله. La reine connaissait la force et le pouvoir de Suleyman et réalise sans aucun doute l'étendue de son influence et le sérieux de sa mise en garde. C'est pour cela qu'elle a réuni ses conseillers et les dignitaires de son royaume pour avoir leur avis sur cette situation extraordinaire et adopter la position idoine par la suite. Et l'Assemblée dit, يعني لو تعالوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. تحبين إحنا يا للقتال رانا هنا. إذا كان قضية قتال وقضية عقير إحنا رانا هنا رجال. بصح ودي في أمور السياسة والفهمة أنت هي أولى منا سبحان الله. هذا معناه كذلك يا إخواني أن المرأة في بعض الأحيان تكون أهل للمشورة وأن رأيها يكون صائب في بعض الأحيان أحسن من الرجال. وش معناتها خلاص المرأة هذه ما غير الكوزينة والمرأة غير الجفافة؟ لا، كان المرأة الذكية اللي قرات وكاع ولادنا قراوا الحمد لله وبناتنا قراوا ما شاء الله وكل شيء. فقد تجد امرأة ذكية سبحان الله، امرأة تفهم خير من 20 دراس ولا خير من سبحان الله العظيم. شوفوا الانجليز تحكمهم امرأة، شوفوا راهم وصلتهم يا اخواني خير من 1000 راجل من الحكام تاعنا سبحان الله العظيم. واش داروا الحكام تاعنا وين وصلونا احنا؟ شوفوا الانجليز يا اخواني، شوفوا يعني يعني سبحان الله في بعض الاحيان تكون. إذن فقالت الملكة: يا أيها الملأ إنني أعلم بحكم الخبرة والتجربة أن الملوك كتشمانايا يعني بار إكسبيريونس ولا مون بوان دو في، إن الملوك إذا لأنها ملكة تعرف الملوك كيفاش، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. لا غير دو صباتي دينيتير يعني دينيتير جو سي بار إكسبيريونس كو أون فيغيتي لوسك لي روا أونت يعني أونت دون أون سيتي إلا روين إيجات دون لو ميبري يعني يجدون المفري. إذن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. Je veux pas que mon pays ou mon peuple subisse une telle situation de la main de Suleyman. وأنا ما نرضاش للشعب التاعي وما نرضاش للقوم التاعي أنهم يتبهدلوا أنهم يتمحنوا وأنهم سبحان الله العظيم يقاسوا مننا. فأنا غادي ندير حاجة فيعني سوف يعني شوف نجرب سيدنا سليمان هذا، نجرب سليمان شرح باغي الملك ولا باغي يعني الدين سبحان الله. نشوف النية تاع شرح باغي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. غادي نرسل له ان كادو دي كادو ونشوف إذا كان راه باغي الملك غادي يفرح بلو كادو غادي يقبل به ويفانيغوسي، وإذا ما راهش باغي ما قبلش ليك توصل له دي في اوتر شوز. إذا قالوا لها صح يلا فكرة مليحة طيبة يلا اتكلي على الله. إذا فوصل يعني أرسلت فيعني أرسلت سبحان الله فأرسلت يعني هدية يعني نفيسة هدية كبيرة سيدنا سليمان يعني باش تشوف لك الملك في طمع من ملوك الدنيا يعني يجمع في المال ويحب يوسع الحكم أو يعني ويحب السلطان ويحب الكرسي فسوف يفرح بهذه الهدية. لكن إن كان من نوع آخر أو يعني من نوع يعني ما يهمش هذه الماديات تاع الدنيا كلها فسوف يعني سبحان الله تكون له نوتر رياكشن. فلما بلغ الناس اللي حملوا الهدية لما وصلوا بيت المقدس لأنه سيدنا سليمان كان في فلسطين ولارندو الصاباسي في اليمن أون يمن، فلما وصلوا الناس اللي جايبين الهدية وصلوا فرحين مزهوين وكذا ودخلوا على سيدنا سليمان ليقدموا له هذه الهدية. فلما دخلوا سبحان الله على سيدنا سليمان وش قال سيدنا سليمان؟ أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Voulez-vous m'impressionner par vos richesses? Ce que Dieu m'a donné vaut mieux que ce que vous m'avez donné. Et pourtant vous étiez fort, يعني fort satisfait de votre cadeau. سبحان الله. أتمدونني بمال فما آتاني الله يعني بغي تخلعوني بالمال تاعكم فما ما قالوش أنا يا ولي عندي خير منكم. لا، شوف الأدب تاع الأنبياء، شوف الأدب تاع المؤمن مع الله. فما آتاني الله الشيء اللي أعطاني ربي خير من اللي تعطوني أنتوما. أرجع النعمة إلى المنعم
وانا اللي عندي خيمة عندكم. لا، لانك انت ما عندك والو يا اخي. انت ايها الانسان جيت لهذه الدنيا ما عندك حتى شيء. يا اللي راه غرتك فلوسك وغرك مالك، عندك مغازة، عندك نص عتبة مش حتى عتبة كاملة، سبحان الله العظيم، عندك دار مش حتى كاملة، وعندي وعندي وإيش عندك يا أخي؟ إيش عندك؟ أين أنت من ملك سليمان؟ ومع ذلك يقول فما آتاني الله، هذا كله من عند ربي، هذا كله من عند الله. أنا راكي مغرورة عندك زوج حدايا، زوج حدايا مش عارف كيفاش شريتيهم، حسب راك راه عندك أنت الدنيا ما فيها. عندي وعندي، طهرت للبلاد وتخرجي لك من ستاج وبدات تفتني في عباد الله، حتى ولاو يحرقوا ويقطعوا البحورات بلا فيزا بلا كل شيء، خلعناهم باللي حاتم نروحنا لنا في فرنسا عايشين. هذا كل شيء رايح بالكريدي ورايح بدراهم لا دروغ ورايح بلاكاف والسيكور والسيكور كاثوليك وكل شيء، وحنا نديروا فيهم في البيوتون في البلاد نخلعوا في عباد الله بالكذب. على الزوخ هذا والكذب يا اخواني، علاش ننسى الحق سبحان الله العظيم؟ فما اتاني الله، فما اتاني الله، دائما رجع النعمه الى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون، سبحان الله سبحان الله العظيم. فما اتاني الله يا اخواني، هي الملكه هذه كانت حسب روحها باللي الشيء اللي راه عندها انا غادي تخلع سيدنا سليمان. كما الحكام تاعنا مخلوعين يا اخواني في الشيء اللي عندهم سبحان الله. لما شفنا في واحد الروبورتاج واحد من حكام المسلمين للاسف الشديد يعني داروا لونشير على صوالحه ولا صوالح مرته يا اخواني، المراه هذه اللي عندها 665 صباط اللي ما على بالهاش حتى واش مصباط، هذا غير صبابيط. اذا فما بالك يا اخواني سبحان الله العظيم، وين ماشيين يا اخواني وين؟ سبحان الله العظيم. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إذا رد الهدية إلى غفر سيدنا سليمان، وتوعدهم منذرا ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رتغم فغلي وات جوشي سو أو على تات جن أغمي كنت لكال إنو يعني ريزيسترون با. Nous les expulserons certainement de leur cité et les jetons dans l'avilissement et le mépris. Subhanallahum minha adilla wa hum saghirun. Ça va nous dire qu'ils sont des musulmans, ils sont des hadiyas. Nous allons dire qu'ils sont des abdoullahs, ils sont des gardiens, ils sont des gardiens, ils sont des gardiens, subhanallah. صاحب الدين، صاحب الدين ما يشروش الناس، صاحب الدين عمر الناس ما تشريش ضميره. العالم الذي يخاف الله، المؤمن الذي لا يخاف الله ما يبيعش دينه يا إخواني، ما يبيعش المبادئ بتاعه سبحان الله. كيف أنا نقلع الحجاب بتاعي خشام الدين في الكار مخلصين عليا إكسكيرسون نقلع الحجاب بتاعي؟ كيف أنا ناكل رمضان خش الدين في الكار رغم أن الدينكم باكور أوليداتكم بطوم يعني في جوية وتاكلوا رمضان في جوية وناكل رمضان؟ صاحب الدين ما يبيعش دينه يا إخواني، صاحبة الدين ما تبيعش دينها مهما كان الحال سبحان الله العظيم. صاحب المبادئ، صاحب المبادئ، صاحب يعني صاحب يعني المبادئ ما يبيعش المبادئ بتاعه مهما كان الثمن سبحان الله. إذا فأراد سيدنا سليمان سبحان الله، إذا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فسبحان الله، فلما أرجعت الهدية، أرجعت الهدية مقبلها السيد سليمان، ثم توعدهم، توعدهم بأنه يأتيهم بجنود لا قبل لهم بها. الجنود التي لا قبل لهم بها هو أنه يخرج لها جيش أوله عندها في اليمن وآخر الجيش مثلا مخرج من فلسطين، لأنه سيدنا سليمان كان عنده جيش كبير يا إخواني سبحان الله. فسيدنا سليمان جمع الجيش التاعه، قال لبعض أعوان أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Puis il s'adresse Sidna Suleiman à ses généraux. Il dit, lequel d'entre vous est-il allé m'emporter le trône de cette reine avant qu'elle ne vienne me faire leur soumission? Ayyukum, ayyukum ayyuhal malaw yatili bi arshiha qabla an yatouni muslimin. Wa l'arshi, ikhwani, huwa ramz al-sultan, ramz al-mulk, subhanallah. Le trône, en effet, est le symbole du pouvoir et de la royauté, subhanallah. Qala ifritum min al-jinn. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال واحد من الجنود تاع سيدنا سليمان، عفريت أن جن غدو طابل إكليغا جو بو تو لامبوغتي أفون كو تو تلاف دو لا بلاص، يعني وراك قاعد سيدنا سليمان قبل ما تنوض من بلاصتك، لأنه كان سيدنا سليمان كيصلي الفجر
فيجلس في مكانه يحكم بين الناس ويصرف الأمور حتى الغروب الشمس، كي تغرب الشمس خلاص يبلع. فقالوا يا سيدنا سليمان أروكو هما نورمالمون شهر باش يوصل لعند اليمن، شهر باش يوصلوا. هو قال له أنا العشية قبل ما تغرب الشمس يكون عندك بالعرش تاعها. قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. لكن سيدنا سليمان كان يريد أسرع من ذلك. سبحان الله، يعرف قيمة الجنود، يعرف قيمة الملك اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى، القوة التي أمده بها الله سبحانه وتعالى، فأراد شيء أعظم وأشد. فيعني فإذا بعفريت آخر قال الذي عنده علم أوسع من العفريت الأول هذاك وأبلغ، والسلطان أبلغ، فقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سبحان الله. Il se tourne donc, il y a ce démon, un autre démon ayant plus de science et un pouvoir plus accru, ce David dit, je te l'emporterai quand, à moi, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Je vous dis, subhanallah, effrayé de la jinn. Quand il a dit, il a dit, أكثر من العلم تاع الجن هذاك سبحان الله. إذا حتى الجنون ما همش في المام تقري يا إخواني، حتى الجنون في قوتهم وفي علمهم مش كيف كما احنا يا إخواني. فقال الذي عنده علم سبحان الله، وهذا شرف العلم يا إخواني، شرف العلم. الأمة المتعلمة، الإنسان المتعلم لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يا إخواني الجهل ظلام، الجهل ظلام. اليوم يا إخواني احنا يا الجابو، احنا هذا الهضره اللي نهضر فيها كل شيء، جابون بتكون صنعت فيها طياره، صنعت فيها طياره يا اخواني، واحنا رانا ما زلنا في القهوه وقارو، قهوه وقارو، قهوه وقارو. هذا مكان يا اخواني نكتو في صحتنا، الناس طالعه على القمر واحنا ما زلنا مدرسين على الصبابيط وعلى التقاشير وعلى القواطع، على اليمين ولا على اليسرى. سبحان الله العظيم يا اخواني، العلم العلم يا اخواني سبحان الله. اذا فلما راه مستقرا خلاص إلى فيكروس بلس كو سا يا با، سبحان الله، دون ان كلان دي بلس كو سا يا با. فماذا قال سيدنا سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا من فضل الله، ما قالش راني أنا هتلر أنا ندير، لا، هذا من فضل الله، هذا أو هذا سبحان الله التمكين، هذا كله من فضل الله. دائما يرجع النعمة إلى الله، دائما يتفكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، لا يتجبر لا يتكبر. يقول بلي هذا كله اختبار، أعد كل شيء هذا إلى كل سيدي توسى تتنبرا، الله سبحانه وتعالى يختبر فيه باش يشوف هذا يشكر أم يكفر. كم من ناس كانوا ملاح كما كانوش يحكموا، كانوا بلاليل، كانوا سامبل، هذي ولاو دي ديبيتين، هذي ولاو يحكمون، هذي يتعلم مسؤولية، نساو سبحان الله العظيم، تلفوا عباد الله. هذا اختبار، الدنيا هذه زائلة، لو دامت لأحد لدامت لغيرنا. أين هامان؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين الناس كلهم يا إخواني؟ كلهم زالوا سبحان الله. إذن فلماذا تختر أنت في الدنيا هذه دار ابتلاء؟ الدنيا كلها دار ابتلاء، دار اختبار. هذا من فضل ربي سبحان الله، هذا من فضل ولا سبحان الله، ولا إن غمار دو لا غراس دو مون سيغنيور pour me prouver si je suis reconnaissant ou ingrat. Or quiconque est reconnaissant l'est pour moi, pour soi-même, et quiconque est ingrat, mon noble Seigneur se passe de, de sa reconnaissance, subhanallah. لأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن في هذه اللحظة اللي مازال معاه كانت الملكة رجعت لها الهدية، خلاص عرفت بلي سليمان ماهوش باغي الملك. إذن اشتبقى بقى أنها تستجيب، بقت أنها تستجيب. إذن فلا بد تروح لسليمان، قال وأتوني مسلمين. إذن ما عليها إلا أن تستجيب، فأخذت جيشها وقومها وقالت هيا هيا الطريق لسليمان، وإلا سوف يأتينا سليمان وغادي يذل الشعب التاعي وغادي يهيل الشعب التاعي، وأنا ما نرضاش للشعب التاعي هذا، نحب الشعب التاعي يكون عزيز ويكون كذا. فأتت سبحان الله في طريقها إلى سيدنا سليمان. العفريت هذا اللي عنده علم الغيب كان ديجا خلاص جاب عرشها، جاب الطخون تاعها ديجا وصل عند سيدنا سليمان. فقالهم سيدنا سليمان نكلوا لها عرشها، غيروا فيه، فدي موديفيكاسيون باش كي تجي نشوفوا لك انت عارفه ولا ما تعرفش.
سليمان في مجلس سلطان وملك، وبعد أن استقر بها الجلوس ورحب بها سيدنا سليمان عادة الملوك، قيل أهكذا عرشك؟ لوسك يعني أسياس طالي أسياسيز إكلوي يعني أنا سويت لا بيان فولي كم يعني لكوتين شو لغوا ولوي دوموندو تنترون إتي أنسي يعني أهكذا عرشك؟ فنظرت ناحية العرش وتفرست ثم قالت كأنه هو. Elle a regardé de côté du trône et le contempla. Yani, puis elle dit, on dirait que c'est lui. On dirait que c'est lui, subhanallah. Je fais le fatana ta'almar. Magalch huwa. Ka'annahu hu. Yani, il fait bahla. Yani, on a fait bahla de taghirat. Dala la bli afa ruha ala wa shkan tigad. Magalch huwa tigad kil bhima ma'la bala shahabdinu la. Ala bala hatta si imkaz batluha. Ka'annahu hu. سبحان الله. وحق لسليمان عليه السلام أن يقول وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم الكافرين. إذن فأسلمت الملكة لما شافت ملك سيدنا سليمان، وأن سيدنا سليمان يا إخواني كان يعني يفتغي يعني إرضاء الله سبحانه وتعالى، وكان ما كانش يحب ملك باش يحكم وباش كذا ولا الدنيا هذه ولا كذا، وإنما رأت أنه صادق في دعوة فأسلمت هي وقومها ودخلوا في الإسلام يا إخواني. دخلوا في الإسلام لأن الإسلام هو دين الأنبياء كلهم يا إخواني. إذن فسيدنا سليمان يا إخواني يعني كان على الإسلام، وملكة سبا يعني أسلمت وجهي أسلمت لله رب العالمين. سيدنا إبراهيم كان يقول رب يعني ومن ذريتي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن أصبت إخواني فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله لي في أسماعكم مستمعين ومستمعين.